هاي مقترح بصفة الاستعجال. إذا كان محمد الأحمد عنده مقترح يبي يقدمه، يا أخي قدمه بروحه ويا المجموعة اللي يبونها. إحنا كمجموعة قدمنا بصفة الاستعجال. هل القانون يمنع صفة الاستعجال؟ لا. ما أعتقد يمنع. خلاص انتهى الموضوع، إحنا قدمنا بصفة الاستعجال وراح لشؤون المكتب وشؤون القانونية ووافقوا عليه. هني للمكتب تصويت عليه. يبون الشعب يصوت عليه يروح للحكومة، ما يبون راحتهم. احنا اللي يبي مقترح، اللي يبي شيء يا اخي، عنده حمل سنين فقاره يصرخون ما حد لهم. الحين يجي ثاني شيء، هذه الارض اللي تكلمون عنها او اللي تكلم عنها النائب الاول يا اخي، هي مجره حق رامز، وكانت الحكومه معطتهم اياها سنتين، ورامز تشفع عليهم حطام 7 سنوات. اذا هم يبون يسوون شيء صح للمواطنين يا اخي، يبون الحكومه ويستجوبون الحكومه ويقولون لهم ليش ما اعطيتوهم ارض؟ اي مكان ما بيروحون، لو بتعطيهم في راس البر، لو بتعطيهم في حوار بيروحون يبون. هم مو مرافضين، احن يوم بيحطون لهم بصفه الاستعجال كل واحد فرش لنا عضلاته يا اخي، سووا مقترح وطارش في المجلس. شكرا سعادتنا خالد. خلنا سامح، لان الاخ ياب اسمي بس، انا كنت واضح في ردي معالي الرئيس، احنا ما نعارض هذا المقترح ابدا، واحنا نوقف مع المواطنين. احنا طرحنا فقط في طريقة الحل المثلى معالي الرئيس، صفة الاستعجال احنا نبي نحل اسرع من ما هو يبي. احنا فقط قلنا ان نبي نحل مع الجهات يعني المختصة، يعني ما نبي يروح مكتوب ويرجع مكتوب. انتم متفقين يعني؟ لا، يتكلم عادل ويحترم نفسه معالي الرئيس. لا ما علي. هل يوافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة وحالة الحكومة؟